بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبا عن مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله تعالى ورعاه، معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معالي الأستاذ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، معالي المحافظ الحبيب والصديق سيادة اللواء خالد عبد العال، شيخ مشايخ الطرق الصوفية والأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي حفظه الله تعالى ورعاه، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، السادة السفراء، أصحاب الفضيلة العلماء، لجنة التحكيم، السادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتي هذه المسابقة مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن يمن الطالع أن تكون في بداية عهد جديد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تجديد ثقة الشعب المصري بكامله لسيادته في هذه الولاية الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق خطاه وأن يسدد قوله ورميه. وتأتي أيضا مباركة في هذا المكان الطيب الحضاري الذي يفصح عن مصر، وكأن مصر تتحدث عن نفسها مرة ثانية بعد أن قالها حافظ إبراهيم الشاعر الكبير: مصر تتحدث عن نفسها، فهي اليوم أيضا تتحدث عن نفسها. إنه من دواعي سروري أن أكون مشاركا في افتتاح هذا الحفل الكريم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، والقرآن الكريم خير ما يتنافس فيه المتنافسون حفظا وتلاوة وتفسيرا واستنباطا، وهذه كلها وسائل كريمة لغاية أكرم وأشرف، ألا وهي التدبر والتفكر في كتاب الله تعالى الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نورا وهداية ورحمة للعالمين. فقال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله سبحانه وتعالى في الحث على فضيلة التدبر، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وروى ابن أبي شيبة رضي الله عنه من حديث الحارث بن عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي من قال به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لقد يسر الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم واستظهاره للعربي والأعجمي والكبير والصغير، ولعل ما ذكره معالي وزير الأوقاف منذ قليل في هذه المعجزة الخالدة
التي يسرها الله سبحانه وتعالى لكل أحد، حتى لمن لم يستطع أن يتكلم بغير هذه القرآن الكريم، يسره الله سبحانه وتعالى على كل هؤلاء على وجه متفرد لافت للنظر، بحيث لم يتكرر في تاريخ البشرية لأي كتاب غير كتاب الله عز وجل، فكانت حفظه وتجويده وإتقانه وتلاوته أمرا ميسورا على كل هؤلاء على هذا النحو العجيب الذي نراه في هذا المحفل الكريم وفي غيره من المحافل في دول مختلفة. لقد تحدى الله سبحانه وتعالى، تحدى مكذبي القرآن الكريم من صناديد الكفر ومدعي الفطنة والحكمة أن يأتوا بمثله أو بمثل أقصر صورة منه، فلم يجدوا لذلك سبيلا مع وجود التحدي وتوفر الدواعي. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ومن المعلوم أيها الإخوة الحضور أن مصر بلد له شأن عظيم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وقد أخرجت مصر ما لا يحصى من الحفظة المهرة والمتقنين وعلماء القراءات، حتى صارت قبلة للعالمين في هذا الشأن، وأصبح قراؤها الكبار المعروفين في العالم مثالاً يحتذى في الإتقان والتلاوة وجمع القراءات القرآنية. أيها الإخوة الحضور، علينا ونحن نسلك سبيل حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته، علينا أن نتخذ من الحفظ والاستظهار وسيلة للفهم والتدبر والعمل، وسبيلا لنشر قيم القرآن الكريم الخالدة وتعليمه السامية، ولنكن سفراء للقرآن الكريم في جميع المحافل، نحمل أخلاقه للعالمين حتى يروا تجليات آيات كتاب الله سبحانه وتعالى جلية في أخلاقنا، واضحة في سلوكنا، سارية في حياتنا الفردية والجماعية، بل وفي كافة أوجه الحياة. فالعالم الآن مع ما نشهده من أزمات وصراعات في أشد حالات الاحتياج إلى الاهتداء بأنوار وأخلاق القرآن الكريم، وأنتم أيها الإخوة الحضور بكاملكم أنتم حملة هذه الأنوار إن شاء الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنه ما فتحت البلاد سابقاً وما انتشرت الحضارة الإسلامية بعلومها وآدابها وفنونها في ربوع المعمورة إلا بأخلاق أهل القرآن، لا بالحرب ولا بالسيف كما يزعم أعداء الإسلام. وفي ختام كلمتي هذه أدعو الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح لأبنائنا المتسابقين، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياهم التخلق بأخلاق القرآن الكريم وهدايته، والسلام عليكم ورحمة الله.